ليش لا؟ ليش ما يكون عندنا بصمة خاصة فينا؟ أنا اسمي خالد الشعفار، مصمم أثاث ومنتجات إماراتي. أنا آمن بالذات الأولاد، يعني عندهم في نوعين، في النوع اللي هو الحركي جدا المشاكس جدا، وفي النوع الثاني اللي أشوفه الهادي جدا المتأمل الحالم، تشوفينه يمكن يرسم أكثر يطلع على صور. فأنا حسيت إن وأنا صغير حسيت إن أنا من هذا النوع، خريج إدارة أعمال وخريج أيضا تصميم داخلي. حبيت أن أكون في مجال إدارة الأعمال، لا خلص، لكن شغف التصميم تم معي حتى في فترة الدراسة. يمكن أنا لقيت في 2009 وفي هذه الأزمة والتغييرات اللي صارت الفرصة المناسبة لي أن أغير المجال. كأول صوب محلي للتصميم، يمكن هذا بعد سبب اللي خلاني أرجع من نيوزيلندا وأعيش في الإمارات مرة ثانية وأبتدي من هني، إن حسيت إن البلد محتاجة صوت محلي، محتاجة إنتاج محلي. ليش لازم نلحق إن نكون إن تكون تصاميمنا اللي يسمونها الشاملة أو اللي هي اليونيفرسال نسميها؟ عندي خط معين اسمه خط النخلة، اللي هو أصل إلهام أصلاً جاي من شجرة النخلة. هذه القسمين مخصصين لتعليق الملابس. أنا من أشد المعجبين بتصميم برج خليفة، اللي بالنسبة لي واحد من أهم المعالم المعمارية في العالم ككل كتصميم. إن هذا أصلاً تصميم البرج، لكن كل التصاميم أو أجزاء من البرج مركبة مع بعض بعد 7 ألوان. أنا كنت دائماً أشوف العقال، كان أول تصميم لي أن عملت الحاجز أو اللي نسميه البارافان، اللي هو ممكن يفصل بين مساحتين في أي مجال. يمكن الهدف الرئيسي من حيد بالتصميم كان أيضاً ليجمع كل الطاقات الإبداعية هذه في منطقة معينة. أحد أعمالي التركيبية اللي كانت عبارة عن مقاعد مصممة للجمهور لمختلف أنواع الزوار لمنطقة حيد بل التصميم. المقاعد هذه يمكن كانت تلائم جميع الأعمار، جميع الأحجام، جميع الأشكال. يعني أنا أقول يمكن للمصممين الموجودين هناك ما في أي سبب يمنع حد في دول الخليج أو في الإمارات أو في دول الشرق الأوسطية أو في الميدل إيست إن جنرال أنه ما يدخل في هذا المجال. أنا يمكن من أول ما بديت إذا بأخذ الهدف هذه كأهداف شخصية لعلامتي أنا التجارية، أنا أول شيء بغيت أن أقدم للسوق علامة إماراتية عالمية في مجال التصميم وأركز على العالمية. هذا شيء حلمي أن في المستقبل إن شاء الله أنا موجود أو لا أنا لازم يستمر.